الله، مساء الخير للجميع. طلاب بدرس الماضي بدأنا بالكيمياء الحراري، توصلنا للحسابات الكيميائية، أخذنا الطريقة الأولى أو الطريقة المباشرة وهي حساب تغير الإنتالبي القياسي لتفاعل اعتمادا على إنتالبيات التكون القياسي. فمجموع انتالبيات تكون عفوا مجموع انتالبيات تكون الطرف الثاني او المواد الناتجه ناقص مجموع انتالبيات تكون المواد المتفاعله او الطرف الاول. طبعا واخذنا امثله توضيحيه. توصلنا لعلاقه او امر يقول ما علاقه حراره التكون بثبات المركبات بثبات المركب حراريا. قلنا بأن إذا كانت قيمة الحرارة حرارة التكون القياسي لمركب ما سالبي، فإن المركب طبعا يكون أكثر ثباتا. فالعلاقة هي يزداد ثبات المركب كلما زادت قيمة الحرارة المنطلقة عند تكونه، يعني الحرارة المنتشرة. معناتها هذا المركب عندما يتفكك بد يمتص حرارة كبيرة، لذلك ولا يوجد حرارة كبيرة عند درجة حرارة الغرفة، لذلك نقول أن هذا المركب ثابت، يعني لا يتفكك، لا يتفكك بسهولة، بده كمية حرارة كبيرة لكي يتفكك، لأنه عند تكونه نشر حرارة كبيرة، أما عند تفككه بده يمتص حرارة. فإذا يزداد ثبات المركب كلما زادت قيمة الحرارة المنطلقة عند تكونه. مثال: حرارة التكون القياسي لكل من الحموض التالي: دلتا اتش اف انتالبية التكون لحمض الكبريت نقص 814 كيلو جول مول نقص واحد، انتالبية التكون لحمض الازوت اتش ان او 3 هو نقص 173 كيلو جول مول نقص واحد. أما انتالبية التكون لحمض كلور الماء هي ناقص 92.3 كيلو جول مول ناقص واحد، وانتالبية التكون لحمض الخلسي H3COOH هي ناقص 487 كيلو جول مول ناقص واحد. سؤال لكم: أي الحموض التالي أكثر ثباتاً؟ أي الحموض أكثر ثباتاً؟ إسلام تفضلي. أستاذ، حمض الكبريت. ليش؟ ما هو السبب؟ سلبي أكبر شيء بين القيم الباقية. نعم، لأنه ينشر حرارة كبيرة عند تكونه. طلاب، كلمة ناقص أنه ناشر، يعني ينشر 814، ينشر 373، ينشر 92.3، ينشر 487. طيب، من يرتب لنا هذه الحموض تنازليا حسب ثباتها الحراري؟ يعني أكثر شيء ثبات حراري بعد الأقل بعد الأقل وهكذا. من يرتب لنا هذه الحموض حسب ثباتها الحراري؟ طبعا راح أختار طالب وأرجع على الشاشة، هو بيختار. أنس قصير تفضل. من يرتب لنا هذه الحموض؟ نعم يا أنس، رتب لنا هذه الحموض تنازليا. أستاذ بجاوب؟ نعم تفضلي جاوبي. أنا أقول عن الحمض الكبريت. طيب أنا راح انتبهي، أنت عم تجاوبي وأنا راح أكتب. إذا حمض الكبريت H2SO4 هذا أكثر ثباتاً. بعده مين بيجي؟ بعدين حمض الخل. الأقل منه حمض الخل، صحيح. حمض الخل CH3COOH، نعم، الأقل منه كمان ثباتا. حمض الأزوت. حمض الأزوت HNO3، وأخيرا عن حمض كلور الماء HCl، حمض كلور الماء HCl. إذا رتبنا هذه المركبات أو الحمود تنازليا حسب ثباتها الحراري. لذلك طلاب، حتى إذا أجانا اختيار إجابة الصحيحة بيقول لي أي المركبات التالي أكثر ثباتاً أنتقي أكبر قيمة سالبي. طبعاً كلمة سالبي يعني ينشر،
فأكبر قيمة سالبي هو أكثر ثباتاً. أكبر قيمة سالبي هو أكثر ثباتاً. رح أكتب هون. إذن أكبر قيمة سالبي يكون أكثر ثباتاً. يعني الطلاب أنتوا سولي أمور الناقص، الناقص أنه ينشر، إذا قال لي أرتب تنازلياً نجي على أكبر قيمة، وهكذا بالتدريج باتجاه أصغر قيمة بغض النظر عن السالب، السالب ينشر. تمام؟ طيب راح نمسح ونعرض الخيارات بشكل صحيح. إذا أكبر قيمة سالبي هو أكثر ثباتاً. نعم. رتب هذه الحموض تنازلياً حسب ثباتها الحراري. إذا في البداية حمض الكبريت هذا أكبر قيمة سالبي وأكثر ثباتاً. بعد بيجينا حمض الخل، نعم، وحمض الأزوت وحمض كلور الماء. إذا حمض الكبريت هو أكثر ثباتاً. تماماً. الآن بالاتجاه المعاكس، إذا كانت قيمة حرارة التكون القياسي لمركب، إذا كانت قيمة حرارة التكون القياسي لمركب ما موجبي، يعني عندما يتكون المركب فإنه يمتص حرارة. طيب معناته عندما بيتفكك إيش بيساوي؟ ينشر. لذلك هذا المركب غير ثابت، مباشرة بيتفكك وبينشر حرارة. فإن المركب غير ثابت حراريا فيتفكك إلى عناصره الأولية في درجة حرارة الغرفة لأنه ينشر، ما بده يمتص عندما بيتفكك، عندما بيتفكك بده ينشر، يكون ناشر. بالتالي طبعا H2 زائد I2 غاز الهيدروجين وغاز اليود يعطي غاز يوديد الهيدروجين، دلتا H لهذا التفاعل هو زائد 25.9. يعني عندما يتكون HI، عندما يتكون يمتص حرارة، معناته طلاب الHI يتفكك بسهولة، يتفكك وينشر عند تفككه، يعني ما بده حرارة ليتفكك، لحاله بيتفكك وينشر حرارة، ينشر ناقص 25.9. إذا نلاحظ أن الحرارة الممتصة عند تكون هذا المركب هي عند تكونه يمتص حرارة، معناته عندما يتفكك وبالتالي ينشر، ما بده حرارة يمتصها، ينشر حرارة، هذا غير ثابت. يتفكك بسهولة مباشرة وينشر حرارة. إذا عند تفكك مول من اتش اي إلى عناصره الأولية في الشروط القياسية تنطلق الطاقة قدرها 25.9. أي أن HI غير ثابت حرارياً في درجة حرارة الغرفة، وهذا يعود إلى ضعف الرابطة بين ذرتي الجزيء. طلاب نتيجة يقل ثبات المركب حرارياً، كلما ازدادت قيمة الطاقة الحرارية الممتصة. كلمة ممتصة طلاب يعني موجبي. الممتصة عند تكونه. فالطلاب نحن ننظر إلى المركب عند تكونه. إذا كانت دلتا اتش اف انتالبية التكون سالبي وبقيمة كبيرة، نقول أن هذا المركب ثابت حرارياً. أما إذا كانت قيمة دلتا اتش اف انتابية التكون لهذا المركب موجبي وبقيمة حتى كبيرة، أقول هذا المركب غير ثابت حرارياً، غير ثابت. تطبيق: تكون حرارة التكون القياسي لكل من الأكاسيد التالي. اكتبهم: دلتا اتش اف انتابية التكون NO2 غاز ثنائي أكسيد الأزوت هو زائد، تبون زائد، كله زائد 34 كيلو جول مول ناقص واحد.
انتالبي تكون ان 2 او 4 هي زائد 9.6 كيلو جول مول ناقص 1، اما انتالبي تكون ان 2 او هي زائد 81.5 كيلو جول مول ناقص 1، وانتالبي تكون ان او هي 90.4 كيلو جول مول ناقص 1. الان سؤالين طلاب، اي هذه الاكاسيد اقل ثبات حراري؟ ايها اقل ثبات حراري؟ نعم يا فاطمي، فاطمي الزهراء تفضلي. ان 2 او 4 اقلها ثبات حراري هو مين؟ مين بجاوب جواب اخر؟ انا ان او 4 ان او ان او هو ان او. يلا يلا راح ناخذ كل واحد عنده ايجابي. تفضل الاولى. ان او ان او اقل هذه المركبات ثباتا هو الـ NO. السبب انه يمتص حراره او طاقه حراريه كبيره عند تكونه يمتص طاقه حراريه كبيره عند تكونه. طلاب اقول ان اكبر قيمه موجبي، اكبر هلا كل شيء موجب معناته غير ثابت حراريا، واكبر قيمه موجبي هو اقل ثبات، هو اقل ثبات حراري. طلاب انا اذا في عندي 4 او 5 او حتى مهما يكن من المركبات، اعطيني انتالبي تكون وقال لي اي منهن اقل ثبات حراري، بيجي على اكبر قيمه موجبي. اكبر قيمه موجبي هو اقل ثبات. بالاتجاه المعاكس بالفقرة الماضية أكبر قيمة سالبي هو أكثر ثبات. إذن أكبر قيمة موجبي هو أقل ثبات حراري. طيب السؤال الآن، رتب هذه الأكاسيد تصاعديا الحراري. أنا راح أختار حد منكم، وتيماء الحسن تفضلي جاوبينا على السؤال. تفضلي. بدي أرتب تصاعديا حسب ثباتي الحراري، ما هو أقل ثبات؟ أستاذ NO. NO إذا NO هذا أقل ثبات، أكثر منه ثبات حراري شوي. N2O. N2O صحيح، 81.5 أقل. نعم أكثر منه ثبات شوي. N O2 والأخير N2O4. N2O4 طلاب انتبهوا. طيب إذا أعطاني أنا قيم موجبي وقيم سالبي، مثلا 4 مركبات فيهن موجب وفيهن سالب، إذا قال لي أين هو أكثر ثبات، إيش بختار؟ سالب. أكبر قيمة سالبي. أكبر قيمة سالبي. تمام. N2O. تمام بختار أكبر قيمة سالبي. طيب إذا قال لي أين هو أقل ثبات، إيش بختار؟ أكبر قيمة موجبة. أكبر قيمة. ممتاز. طلاب نحن إذا في عندي كل سالبات بختار أكبر قيمة سالبي، كل الموجبات بختار أكبر قيمة موجبة. طبعا أكبر قيمة سالبي يكون أكثر ثباتا، الأكبر قيمة موجبي يكون أقل ثباتاً. بناخذ فكرة. طيب بالمواد السالبي اللي بتنشر حرارة بيقل لي رتب تنازلياً، معناته بختار أنا أكبر قيمة سالبي وهكذا، بيكون أكثر ثباتاً أقل 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 وهكذا. طيب بالموجب بيقل لي كمان رتب تصاعدياً، بيجي أنا بختار أكبر قيمة موجبي، ففي الحالتين بالترتيب بدي اختار اكبر قيمه. في السالب اختار اكبر قيمه بيطلع معي اكثر ثباتا برتب تنازليا، في الموجب اختار اكبر قيمه موجبي بيطلع معي اقل ثباتا، وهكذا ارتب تصاعديا. تمام طلاب، هاي الفكرتين مفهومات هذا السنه الماضي جانا منهن سؤال، مفهومات هو الافكار؟ نعم استاذ. طيب
طبعا رتب هذه الأكاسيد تصاعديا حسب ثباتها الحراري مثل ما رتبناها نحن تماما. هذا هو الترتيب. راح نمسح الكتاب اللي كتبناها تماما. هذا هو الترتيب NO أقل ثباتا، بعدين N2O وهكذا NO2 وN2O4. أنتقل الطلاب الآن إلى سؤال: متى يزداد ثبات المركب حراريا ومتى يقل؟ أسئلي، متى يزداد ثبات المركب حراريا ومتى يقل؟ مين بدي يجاوبنا على السؤال؟ لبابة تفضلي. أستاذ، يزداد ثبات المركب كلما زادت قيمة الحرارة المنطلقة عند تكونه، ويقل ثبات المركب حراريا كلما زادت قيمة الطاقة الحرارية الممتصة عند تكونه. ممتاز ممتاز، مشكور، الله يعطيك العافية. تمام. سؤال ثاني: لتكون حرارة التكون للحموض هي كما يلي في الجدول. رتب الحموض تنازليا حسب ثباتها الحراري. طبعا احنا رتبناها من شوي. أول الكبريت في البداية، هذا رقم واحد. رقم واحد الكبريت، هذا أكثر ثبات. رقم اثنين حمض الخل. رقم ثلاثة حمض الأزوت. ورقم أربعة حمض كلور الماء. سؤال آخر: لتكن حرارة التكون للأكاسيد كما هي في الجدول، رتب الأكاسيد تصاعديا. طبعا تصاعديا بيجينا الـ NO رقم واحد، أكبر قيمة موجبة، هذا أقل ثبات. بعده N2O رقم ثلاثة NO2، ورقم أربعة N2O4. سؤال: علل يود الهيدروجين غير ثابت حراريا في درجة حرارة الغرفة، حيث دلتا H يساوي زائد 25.9 كيلو جول مول ناقص واحد. علل لماذا يود الهيدروجين غير ثابت حراريا في درجة حرارة الغرفة، علما بأن انتالبية تكونه زائد 25.9. من يجيب على السؤال؟ أستاذ، بسبب ضعف الرابطة بين ذرتي الجزيء. نعم، نقول لأنه نعم. طيب نختار هيك، أنا في طلاب ما يعني رافعين إيدهم ما ظهر. بتول نبهان تفضلي. بسبب ضعف الرابطة بين ذرتي الجزيء. طيب ليش بتكون الرابطة ضعيفة بين ذرتي الجزيء؟ هوني عم يقول لي لانه انتالبية تكونه موجبي، وبالتالي حراره تفككه، لانه ينشر حراره عندما يتفكك، ينشر، ما بده يمتص، ينشر، يعني ما بده طاقه لحتى يتفكك، هو يتفكك تلقائيا وينشر حراره. السبب لانه يتفكك بسهوله وينشر حراره عند تفككه هي بمقدار زائد يمكن 25.2، وطبعا عفوا ناقص لانه ينشر، وذلك بسبب ضعف الرابطه بين ذراته. صحيح.